الصيام المتقطع يا جماعه بقى حديث الساعه، وبالذات طبعا في ظل الحظر اللي احنا فيه بسبب الكورونا، وقلت طبعا الرياضه كتير مننا وزنهم زاد، وبالذات كمان ان رمضان جه في وقت الكورونا، وطبعا الاصناف الحلوه اللي ست الكل بتعملها لك ما سبتكش في حالك. لا ده انا لازم اخس. طبعا هتخش على جوجل وتكتب كيف انقص وزني، ويطلع لك طبعا الصيام المتقطع، بس خلاص تحس ان انت كده جبت التايه. النهاردة هنعرف ايه هو الصيام المتقطع، وايه هي فوائده، وايه هي اضراره، وازاي تستخدم الصيام المتقطع عشان تخس وفي نفس الوقت يكون عندك قوة وطاقة طول اليوم. يلا تعال معايا العشر دقايق اللي جاية دول ندردش مع بعض شوية، واوعدك انك هتعرف كل حاجة عن الصيام المتقطع. ولو عجبتك الحلقة دوس على لايك، ولو بتتابعني على الانستجرام او على الفيسبوك دور على قناة محمد خيري على اليوتيوب، اشترك معايا عشان تعرف كل حاجة عن التغذية السليمة. جاهز؟ يلا بينا. الصيام المتقطع او الانترميتنت فاستنج هو نظام او نمط في الاكل، وعلى فكرة هو مش دايت عشان الناس ما تخلطش بينه وبين النظام الغذائي. الصيام معناه تجنب الاكل لفترة زمنية معينة، وبعدين بتاكل في فترة زمنية معينة. طب ايه اللي بيحصل للصايم في فترة الصيام؟ قبل ما اقولك ايه اللي بيحصل، تعالوا نتعرف على الاشكال المختلفة للصيام المتقطع. في يا جماعة تلات اشكال للصيام المتقطع المعروفة او المتداولة. نظام الستاشر على تمانية، وهو الصيام من تسعة مساء للساعة واحدة الظهر، يعني بتعدي الفطار وبتخش على الغداء على طول، وبيبقى عندك طبعا من واحدة لتسعة بالليل تاخد وجباتك على حسب الدايت بتاعك. تاني نظام يا جماعة هو ال 24 ساعة مرتين في الاسبوع، وهو انك تفضل صايم من العشاء للعشاء بتاع تاني يوم، وده ممكن تعمله من مرة لمرتين في الاسبوع، وتاكل عادي بقية الاسبوع اكلك الطبيعي على حسب الدايت بتاعك برضه. تالت نظام هو الخمسة لاتنين، وده انك تاكل من 500 ل600 سعر حراري لمدة يومين في الاسبوع، اما الخمس ايام التانية فممكن تاكل عادي على حسب الدايت بتاعك. طبعا زي ما انتوا شايفين ان الانظمة كتيرة، لكن انهي واحد فعلا فيهم ينفعني؟ ده طبعا على حسب قدرتك وجسمك، وكل واحد مختلف عن التاني، ولكن في اغلب الظن ان النظام اللي هو 16 على 8 اللي في الاول هو اللي معروف وسهل في اتباعه. تعالوا بقى نعرف فوائد الصيام المتقطع وبرضو ايه اضراره، وياريت تكمل الحلقة للآخر وما تقفش عند الفوائد بس عشان تعرف كل حاجة عن الموضوع. بلا شك يا جماعة نظام الصيام المتقطع هو من أكتر الأنظمة اللي فعلا ساعدت ناس كتير قوي على أنهم يخسوا ويستعيدوا رشاقتهم، طبعا لأنه بيساعدك على أنك تاكل وجبات قليلة بسعرات حرارية قليلة. ولو أنت عايز تعرف إزاي تحدد سعراتك الحرارية ممكن تتفرج على الفيديو اللي فوق ده. انت عارف كمان انه بيقوم بتحفيز هرمونات الجسم عشان تساعد الجسم على انقاص الوزن؟ يعني في وقت الصيام المتقطع الجسم بيفرز مادة اسمها نورا ادرينالين اللي بتساعد على حرق الدهون، وبالتالي بتساعد على زيادة معدلات حرق الجسم. ده غير طبعا ان الصيام المتقطع بيساعد انه يقلل نسبة افراز الانسولين في الجسم، وده بما معناه انه بيساعد على تقليل نسبة السكر في الدم بنسبة 3-6%. السكر الصايم يا جماعة بنسبة 20-31%، وده معناه ان هو بيحمي من اخطار السكر الدرجة التانية. والناس يا جماعة اللي مش عارفة ايه هو الانسولين، هو هرمون بيتفرز عن طريق البنكرياس اللي بيساعد الجسم على حرق السكر، وممكن هنتكلم على انواع السكر وازاي احافظ على نسبته في الحلقات الجاية. شباب الجيم برضو المعلومة دي هتكون حلوة ليك، ان الصيام المتقطع بيحافظ على العضلات اكتر من اي نظام تاني. يعني مثلا نظام الدايت المتقشف او اللي بتاكل فيه سعرات حراريه قليله، بشرط انك تاخد كفايتك من البروتينات من السعرات الحراريه اللازمه لجسمك، واللي اتكلمنا عليها في الحلقه بتاعه السعرات الحراريه، وهي اللي بتكون من اجمالي من 10-25% من كل السعرات الحراريه. ده غير طبعا ان الصيام المتقطع كمان بيساعد على تقليل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، وده طبعا بيفيد القلب جدا، لان زياده نسبه الكوليسترول بتخلي القلب يقوم بمجهود عالي، وبالتالي ساعات الواحد يحس بصعوبه التنفس في اقل مجهود، ده ممكن يرفع الضغط العالي ويؤدي لامراض عديده بعد كده لا قدر الله. من الحاجات اللي بتفرق مع الواحد في الصيام المتقطع يا جماعه هو الشعور بالجوع، وعشان كده يمكن احسن الانظمه في الصيام المتقطع هو نظام ال 16 ل 8 اللي اتكلمنا عليه في الاول. لو انت اكلت بدري وصحيت متاخر زي مثلا ايام الويك اند، او لو بتروح الشغل بدري
ممكن ما تاخدش وجبه الفطار. تعرفين يا جماعه الوقت بيعدي بسرعه وهتلاقي نفسك دخلت في وقت الغداء من غير ما هتحس، وممكن ساعتها تعمل نظام الصيام المتقطع بسهوله. طبعا الشعور بالجوع بيخلي الواحد مش مبسوط ومش قادر يركز، لكن مع الوقت جسمك بيتعود، بل بالعكس الرجوع للنظام القديم بتاعك مش هيكون سهل عليك. مش اي حد يا جماعه يعمل الصيام المتقطع الا لو الشخص رياضي وصحي وما فيهوش اي امراض، لكن لو الشخص عنده سكر، ضغط عالي او واطي، او مشاكل في الغده الدرقيه، او اي مشاكل صحيه تانية، لازم تراجع الدكتور المختص بتاعك قبل ما تعمل الصيام المتقطع او اي نظام دايت عامه. والاهم من كده ان في دراسه اتعملت اللي بتاكد ان الصيام المتقطع مضر ومش مستحب للستات. وعلى سبيل المثال في دراسة بتقول ان الصيام المتقطع بيقدر يظبط الانسولين عند الرجالة، ولكن للأسف بيتلخبط عند الستات. ده غير كمان يا جماعة انه ساعات بيلخبط الدورة الشهرية، وكمان ممكن يحد من الخصوبة عند الستات. خلي بالكم يا جماعة مفيش حد يتبع نظام او دايت لفترة طويلة، يعني حتى في الاسلام الصيام بيبقى لشهر واحد على الاكثر، فياريت ان اي نظام ما يزيدش عن المدة دي عشان صحتك، وفي نفس الوقت عشان جسمك ما يتعودش على نمط معين، وبالتالي جسمك مش هيستفيد بعد كده من اي نظام دايت انت بتتبعه لمدة طويلة. رغم المعلومات اللي احنا قلناها النهاردة، بس انا متأكد ان في لسه تساؤلات عند الناس. تعالوا ناخد بعض التساؤلات نرد عليهم. طبعا ممكن تاخد فيتاميناتك عادي جدا، بس خلي بالك ان في بعض الفيتامينات زي البوتاسيوم، فيتامين الف، وفيتامين دال، وفيتامين اي او هي اللي بتهضم في وجود الدهون، وبالتالي الفيتامينات دي لازم تتاخد مع الوجبات. طبعا ممكن تتمرن عادي جدا، وبنصح انك تاخد بي سي ايز اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت قبل الصيام، لانه بيساعد على الطاقة اثناء التمرين. اكيد طبعا بيقلل العضلات، وعشان كده زي ما قلنا ان الصيام المتقطع لازم يكون السعرات الحرارية بتاعتك من الدهون والنشويات والبروتين متوازنة. ولو عايز ازاي تعرف تحسب الكالوريز بتاعتك او السعرات الحرارية، ياريت تتابع فيديو السعرات الحرارية اللي هتلاقيه موجود في القناة. الصيام المتقطع يا جماعة مش مفيد خالص للاطفال، لان الاطفال سرعة الحرق عندهم اسرع من البالغين، وده ان جسمهم محتاج على طول تغذية عشان جسمهم يبقى قوي وصحي في المستقبل. ممكن تشرب عادي كل المشروبات زي القهوة والشاي والمية، اهم حاجة ما تحطش فيهم سكر او لبن او اي شيء فيه سعرات حرارية اثناء الصيام. المرة اللي جاية يا جماعة هنتكلم عن الصيام المتقطع في نظام الكيتو دايت اللي فيه ناس كتير قوي بتتبعه اليومين دول، وهل فعلا الصيام المتقطع هيفرق مع نظام الكيتو دايت؟ ما تنساش لو عجبتك الحلقة دي دوس على لايك، وطبعا ياريت لو في حد عنده اي تعليق ياريت يكتبه في التعليقات في الفيديو وهجاوب عليهم كلهم. ولو ما اشتركتش لسه في القناة يلا دوس على زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد في عالم التغذية الصحية. الى اللقاء.